تقرير ونرجع لكم مره ثانيه. مشاهدينا الفنان الكبير محمد صبحي صاحب رصيد من الاعمال العظيمه والرائعه يوميات ونيس وغيرها من الاعمال اللي كانت بتناقش مشاكلنا الاجتماعيه بصوره اجتماعيه كوميديه لطيفه جدا. كلنا بنتابع مسلسلاته واعماله المسرحيه الرائعه والراقيه الحقيقه. تعالوا نشوف فقره عن تكريم الفنان الكبير محمد صبحي. أقامت إحدى المؤسسات أول مؤتمر لها في الشرق الأوسط عن التنمية البشرية في المنطقة، وأهدت درجة الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات لدورهم المتميز في المجتمع، منهم الفنان محمد صبحي لدوره في نشر ثقافة الوعي الأسري داخل الأسرة المصرية. يعني انا بقول انه تكريم ناضج جدا، ودايما اقول ان التكريم الغير متوقع هو الاروع والانفع، وهذا التكريم زي ما حضرتك قلت ان هو خاص بالتنميه البشريه من الكليه الامريكيه. التنميه البشريه انا من الناس المؤمنين سواء في فني او في العمل الخدمي الانساني في المجتمع، ان بناء البشر اهم بكثير من بناء الحجر. احنا محتاجين نبني بشر، وانا اعتقد ان مسلسل ونيس سواء في المجتمع المصري لانه ليس عملا اقليميا ولكن امتد فعلا للاسره العربيه في كل الدول العربيه، اقول انه اثر في وجدان الاطفال واثر كمان في الاب والام. وهي رساله هامه في تلخيصها يمكن اتلخصت في المورال اللي اتقدم في بدايه الجزء الاولاني، ان ازاي نقدم للمجتمع من ولادنا اب عظيم وام فاضله. التكريم انا سعيد جدا فيه لان ده اول تكريم ليا في مصر في بلدي، اتكرمت في اكتر من دوله. الحمد لله ان احنا لقينا مكان نطلع فيه الطاقات بتاعتنا وننمي فيه من نفسنا، على قد ما احنا بنتطور وبنتنمى على قد ما البيزنس بتاعنا بيكبر. شفنا جزء من حفل تكريم فنان كبير محمد صبحي صاحب رصيد من الاعمال الفنيه الهادفه والراقيه والاجتماعيه المحببه لينا كلنا، وكمان صاحب كتير من المشاريع اللي ممكن تنهض بالمجتمع وخصوصا دوره العظيم في مشروع تطوير العشوائيات في مصر. بنحيي الفنان الكبير محمد صبحي وبنرجع مره تانيه لحديثنا